مرة الوالد الله يرحمه دخل على البيت شاف الحماية والكنة عم يتخانقوا، يعني الوالدة وشتي. لما والوالد كان كثير مرضي للوالدة، لما بفوت عاد الولد المرضي مين تحماه؟ الأم الحماية. صارت الدردش وتقول له إذا ما تعمل له أكلة تغضب عليه. إيه بجوز تضرب زوجتك عشان أمها؟ بجوز؟ ما بجوز. عدوك الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. الشنآن هو الغضب، هو البغضاء. إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر. ولا يجرمنكم شنآن، يعني البغضاء قوم على أن لا تعدلوا. عدوك بدك تعدل معه، تعطيه حقه. العداوة شيء والحق شيء، لأنه عدوك تأكل حقه ما بتعطيه أجرته. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ولو كان عدوك قاتل تغضب عليه إذا ما بيعمل له قتله. العدل بيسمح له، الإحسان عدل وإحسان. العدل ما راح يمشي إذا تغضب الوالدة، والإحسان كمان ما راح يمشي. إذا أحسن للوالدة بده يظلم، إذا أحسن لستي بده يظلم الوالدة. إيه هون بحاجة نحن إلى إسلام الحكمة. إسلام يعني إسلام العلم ما بيمشي، إسلام التزكية ما بتمشي. هون بدأ إسلام أظهر غضبه وإنه هو مع أمه، وأمر الوالدة هيك بشدة إنه تفوت على المخدع. فاتت وأخذ قضيب وغلق الباب وقال للوالدة لا تخافي ما راح أضربه، لكن راح أضرب على مخدة القش. أنا بضرب على المخدة وأنت عيطي، وأنت إيش عيطي. قالت له والله بتطق تموت ما بشمتها بحالي، وخليها تطق بقلبها. لك يا بنت الحلال عينيني على إنقاذ الموقف. أمنا كمان إيه الغضب، مع أن ستي كانت من الذاكرات، كانت من أصحاب القلوب، لكن ما معناته صارت معصومة. العصمة للأنبياء، مع أنه النبي كان يقول إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. فأيما مسلم ضربته أو شتمته أو لعنته فاجعلها اللهم له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك. عصمة ما فيها، كلنا معرضين، لكن بين واحد ما يعمل بالألف 1999 بينما واحد يعمل بالألف 5 3 2 15 إيه الله يرزقنا عنايته ورعايته. مشان خاطري مشان دقني قلت ما بشريت والله ما بشمتها بحالي لو تطلع روحها. إيه كمان هذا مثل الحكمة، أرى شرح الحكمة طلع معه طالع كيس المصاري، طالع على مجيدي بهذاك الوقت. المجيدي يعني مثل 100 ليرة. قال لي خذي هال100 ليرة وأنا بضرب على المخدة وأنت عايزة. لما شافت ال100 ليرة قال هذا البرطين بفك مدري إيش. سكتت قالت إيه كان خاطرك معي شيء. أخذت فصار الوالد يضرب بالقضيب على الإيش على المخدة، والوالدة عيط، وستي من برا ترقص والوالد عم يضحك. والله رضي يؤتي الحكمة من يشاء،